حديثنا يكون إن شاء الله عن الدرو داون تيست. كيف ما هي كيف يتم، وما هي وظيفته، وما هي المعطيات، وما هي المعطيات اللي يمكن الحصول عليها من إجراء هذا التيست، وكذلك أهميته وبعض المعادلات، وحناخذ إن شاء الله أمثلة عليه. الدرو داون تيست، الدرو داون تيست هو عبارة عن شنو؟ كيف ما قلنا في السابق، اختبار بير flowing it from time t تساوي 0. كيف يديروا بير منتج والله نيو ويل، كيف يديروا له؟ يسكروه فترة معينة، منين يصير شنو؟ منين يحدث stabilization في البريشر، يصير استقرار في ضغط المكمن certain time شرطين، وبعدين يبدو شنو؟ يفتحوا البئر هذا عند شنو؟ في أنواع مختلفة اللي حناخذوه نحن اللي هو الكونستنت ريت درو داون. يفتحوا البئر هذا على شنو؟ على معدل تدفق معين، وشنو؟ ويقعدوا شنو يراقبوا فيه، ياخذوا فيه قراءات الضغط بوتوم هول فلو بريشر بي دبليو اف مع الزمن. مع الزمن بدو تايم زيرو بعد أول ساعة من الفتح، ويبدو ياخذوا في ساعات معينة وقراءات للضغط، ساعات معينة وقراءات للضغط، وبعدين شديرو من خلال القراءات هذين يرسموا منحنى للضغط وللتايم، يطلع كيرف. من الكيرف هذا يمكنني أن يتحصل على عدة أشياء، من ضمنهم الاستيميت البرمابيليتي، حصول على البرمابيليتي، معرفة مقدار السكن كان فيه دمج ولا ما فيش دمج، and reservoir volume. من أهم الأشياء في اللي في الدرو داون اللي هي شنو؟ reservoir، تحديد حجم المكمن. أوكي، هذه من شنو؟ من هذه من الأمور اللي يمكن أن نحصلها من الدرو داون. الميزة الأخرى في الدرو داون البيلد أب، هي عبارة عن شنو؟ بيلد اب هو اقفال البئر لمده طويله ومراقبه الضغط مع الزمن. اقفال البئر لمده طويله، مرات تستغرق 72 ساعه، مرات اكثر، هذا يسبب لي غالبا خساره في انتاج البئر. لكن الدرو داون هذا بير ندير له في تست وهو ينتج، يعني معناه الانتاج بتاعه ماشي وين؟ ماشي للمعالجه وللتصدير، معناه ما خسرتش منه شنو؟ انتاج منه. فهذا الشكل اللي أمامي الآن هو عبارة عن شنو؟ هنا شات ان بيريود، أنا سكروه البير فترة معينة، مش معروفة كم، ما حتكون معروفة، ولكن في المجمل جنرال تو نحكو إغلاق لفترة معينة لين يصير ستيبلايزيشن في البريشر، وبعدين أنت تي تساوي زيرو يقوم بفتح شنو؟ فتح البير. فش يصير للتدفق؟ يزيد معدل التدفق من البئر، ويقدروا يراقبوا فيه شنو، ياخذوا في قراءاته، قراءات البوتوم هول بريشر. عند النقطة هذه يبدأ ياخذوا في قراءات البريشر. تشوفوا في الكيرف بتاع البريشر شنو صار له لما سكروا البئر، صارت له عملية ستابلايزيشن، كان الضغط شنو؟ البوتوم هول بريشر ثابت عند النقطة هذه. عند التايم زيرو لما بدو يفتح البير شنو صار؟ قاعد شنو؟ البريشر يصير دروب 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 إلى سيرتن بوينت، بعدين يتصرف المنحنى تصرف آخر. من أشكال المنحنيات اللي يطلع عندي نقدر نستنتج أشياء كثيرة جدا وأشياء مهمة من الدرو داون تيست. الشريحة التالية هذا طبعا شنو؟ مثال على القراءات فقط، مش مثال للحل ولكن مثال للقراءات. هنا 0.1 hour 0.5 hour، يعني نص نص ساعة، وهنا بعد ساعة. خذوا القراءة لقوا شنو؟ إلى 3657. بعد ساعة لقوا قراءة شنو؟ الضغط 3639. مرات يجيك في الامتحان والله حتى للمعلومة يجيك سؤال، ولكن ما نقولكش هل البير هذا درو داون ولا بيلد اب،
تشوف انت وين عندك يبان عندك من تصرف الضغط، عشان يصير فيه ضغط يصير فيه دروب، الضغط يصير فيه دروب، تعرف ان البئر هذا شنو، تعرف ان البئر هذا درو داون. لو تشوف مع الوقت كم اصبح 3500 وهنا 3600، يعني نقص في فترة 150 ساعة نقص ما يقارب 100 PSI، يعني كان مسكر على الضغط 36 3657. ولما فتحوه قال شنو هذا البرشر درو داون، درو داون معناها شنو؟ دروب في البرشر، معناها دروب في البرشر. شو يديروا؟ رسم انا بي دبليو اف وهنا تايم، يرسم ياخذ النقطة هذه 0.5 وياخذ شنو القراءة، أول قراءة، وبعدين ياخذ الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا إلى آخر المنحنى. دائما منحنى شنو، منحنى درو داون دائما يصير فيه شنو دروب في البرشر، يصير فيه دروب في البرشر، أوكي، فارق في الضغط، يصير فيه نزول في الضغط هكذا. فهذا المنحنى يقسم إلى، لو تشوفوه هنا هيكون أوضح بعدين في الشرائح التالية، هنا نزول نزول نزول، وبعدين عند نقطة شن صار له، صار له زي شنو الثبات. هذا يدلني على شيء وهذا يدلني على شيء، حنجوهم في الشرائح التالية إن شاء الله. هذه الشريحة هذه هي مكملة للحديث اللي في الشريحة السابقة. هنا بوتوم هول برشر بي دبليو اف وهنا التايم، ترسم العلاقة بينهم، تشوف المنحنى. هنا شن قال لك؟ المنحنى يمكن تقسيمه إلى جزئين، يمكن تقسيمه إلى جزئين، ترانزيت، ترانزيت هذه مرحلة شنو؟ مرحلة انتقالية، وهذه تعطيني انديكيشن على شيء، شيء مهم اللي هو شنو؟ الويل بور ستورج، الويل بور ستورج، البير لما كان مقفل كان الضغط فيه مستقر، وبعدين فتحته قاعد الانتاج منين يجيني؟ الانتاج يجيني، وحكينا عليها، الانتاج يجيني من الولبور، يجيني من الولبور، مجال ما يجيني شيء من الرزفوار. هنا بدا يجيني الانتاج من الرزفوار، وهنا بدا يبان تصرف متاع المكمن وليس تصرف تجويف البئر. هذه المرحلة تسمى ترانزيت، هذه المرحلة ترانزيت، مرحلة هذه ترانزيت، هنا ايرلي ترانزيت وهنا ليت ترانزيت. ليت ترانزيت في نهاية المرحلة الانتقالية يبدا المنحنى يتعدل، وفي بداية الترانزيت يكون الضغط شنو؟ الضغط عالي. فهذه تفهموها وحاجة مهمة جدا، تعرفوا ان البداية في الدرو داون ترانزيت، وفي نهاية المنحنى يا اما يكون ستيدي ستيت يا اما يكون شنو؟ سيمي ستيدي ستيت ولا سيتو ستيدي ستيت، نفس المعنى. هنا شنو قال لك؟ قال لك at the beginning the pressure decreases is especially quick. هنا في البداية يكون هبوط الضغط شنو سريع، ينزل الضغط بشكل سريع جدا جدا جدا، but with time becomes more and more moderate. هنا يبدأ شنو، يبدأ الضغط شنو ما عادش ينحدر بشكل سريع، يبقى ينقص، ولكن حتى ترجعوا للجدول، شوفوا الجدول تعرفوا القراءات وين بدأ شنو انحدر في البداية فرق كبير بين القراءات، وبعدين يبدأ الفرق شنو، فرق مقارب. Beyond a certain point the pressure curve can become linear. Linear معناها شنو؟ شبه ان خط مستقيم، شبه خط مستقيم. Okay, this point divides the curve into two bars. حكينا عليه transit والله يا اما steady state. في الحالة هذه steady state يصير الضغط، الضغط يمشي في خط مستقيم، وهذه حالة طبعا تكون دائما في ابار الغاز او الابار اللي في ابار الغاز او الابار اللي فيها شنو ووتر درايف، في سبورت للضغط جاي من شنو، جاي من غاز كاب والله شنو والله ووتر درايف. بينما في الحالة هذه يكون شنو سيمي ستيدي ستيت، ما هوش ستيدي ولكن مقارب للاستدي، حتى الانحدار مقدار الانحدار شبه انه شنو حتى وشبه خط مستقيم، لكن هنا شوفوا شكل الخط مقوس، ولكن هنا شبه انه
مائل، ولكن الميل متاع شنو شبه انه خط مستقيم. طبعا هذين يدلني بعدين لما يوصل للرزفوار وين هنا، في حدود الرزفوار، هذا المكمن هذا التجويف البئر. اولا يكون الانتاج جايني من تجويف البئر، هذه البداية في المنحنى، وبعدين يبدأ شنو النفط يجيني وين، يجيني من المكمن الى ان نصل الى حدود الى ان نصل الى حدود المكمن. فكل نقطة في المنحنى وكل رقم وكل شكل في المنحنى يدلني على اشياء معينة تحدث في المكمن وفي الولبور وفي المنطقة القريبة من الرزفوار.